خلينا نتعرف على ما هو المقصود في كلمة عتاب، وهل فعلا تعتبر وسيلة صحية أم أساء استخدامها؟ مهندس ريان تسمعنا ولا لا؟ أتوقع يمكن في مشكلة بسيطة تقنية في الصوت، كده راح يكون موجود معنا مهندس ريان. مهندس ريان مساء الخير، تسمعنا الآن ولا لا؟ أهلا وسهلا، مساء النور، سامعيني؟ أيوة سامعينك. طبعا مثل ما سألت زميلتي شذى في البداية، حابين نتعرف على ما هو العتاب أساسا مهندس ريان. طيب أنا كنت بقول إنه أبغى أكتب السؤال عليكم وأسألكم عبد الله وشذى، لو إحنا هنصير الضيوف كده نغير شوية. لو سألتكم إيش تعريف العتاب، أبغى أخذ رأي كل واحد منكم إذا ممكن. خلينا نبدأ بعبد الله. أنا أشوف إنه العتاب يمكن إحنا كناس وكأشخاص يعني فينا غرائز إنسانية، مثلاً أحياناً يمكن بنتوجه للخطأ أحياناً، فلازم يكون في نوع من التصحيح في هذه العلاقات. فالعتاب أنا أشوف إن هو شيء لازم يعدي في الناس من حكم إنه إحنا ممكن يعني نرجع نقرن هذه العلاقة من أول جديد، سواء كانت علاقة عاطفية، علاقة مثلاً أصدقاء، أي علاقة موجودة، حتى كمان برضو إذا كانت زمالة في العمل. فأنا أشوف أنها واجبة، لكن هنا نجي عن معيار. أنا أشوف أنه قانوني في الحياة هو الاتزان، فإذا الاتزان ما كان موجود فيها هنا راح تقتل يمكن كل شيء باقي. شكراً يا عبد الله. طيب شذى إيش رأيك؟ والله أنا رأيي العتاب هو أساس قتل المحبة. يعني دائماً إحنا ممكن ننوه للناس الأشياء اللي تزعلنا، نتفاهم فيها، نحاول ننوهها بطريقة أنه إحنا بس ما نتمنى أنها ترجع مرة ثانية الغلطة هذه. ترى أنا بنوه، أنا ما بعاتب، أنا ما بتفاهم ليه كذا صار، أنا بحاول هذا الموقف ما يتكرر. هذا إثبات دليل محبة. لكن نحب نقلب في الصفحات الماضية وندفع ونشرح الموضوع وخلاص ونبدأ نتكلم في كل تفاصيله، هذه طريقة لخسر العلاقة مش لكسب العلاقة. الآن رأي اللايف كوتش المهندس ريان سمان، حابين نسمع الكلام من الخبراء أحلى. طيب. أنا ليه سألتكم؟ لأنه لما إحنا نتكلم عن العتاب كل واحد له تعريفه الخاص، وهذا دائما اختلاف الناس بيكون سبب اختلاف تعريف كل واحد عن الموضوع المعين. يعني في ناس يعتبروا العتاب هو لوم، وفي ناس يعتبروا العتاب هو محبة. فأنا عشان أحبك أنا لازم أعاتبك، لا، أو لسى آخرين لا، أنا إذا عاتبتك فهذا يعتبر لوم، فبالتالي أنا لا، أنا مستقعد لك إن صح التعبير. نعم. فبالتالي بحسب تعريف كل واحد يختلف ردة فعله من الموضوع هذا. فممكن سلوك معين، شخص معين يقرأه إنه هذا لوم وهذا تقصد، إن أنا قاعد هذا شخص قاعد مستقصدني، أو نفس السلوك بالضبط شخص آخر يقرأ لا هذا شخص يحبني وهذا شخص بيقول الكلام ده علشان خاطر من باب العشم. فاختلاف تعريفاتنا لهذا المصطلح البسيط تترتب عليها اختلاف ردة فعلنا وسلوكياتنا تجاهه. لكن يعني ببساطة العتاب واللوم حنتكلم عنها شوية قدام، لكن العتاب في الغالب لما واحد يقول أنا بعاتب شخص، ففي باطن هذا الأمر هو حب، وهو رغبة في أنه يعني فيها عشم، فيها طاقة إيجابية، فيها شيء جيد في أساسه. نعم. لكن سلوكياته وظواهره والأشياء اللي ترتب عليه عاد تكون مختلفة.